بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا من مواليد شرق سنة 1961، يمكن وعينا على الدنيا يمكن بالسابق، يعني على ما أقول يعني من 3-4 سنوات يعني بدينا، يعني اللي كنا نطلع فيه بالفريج يعني ويا صبيان الفريج الصغار وهالأمور هذه. كنت أتدري قبل بالسابق مو مثل الوقت الحالي، يمكن الولد الصغير ما يطلع من البيت إلا يكبر، وهذا بالسابق لا، كانت الحياة عادية، الحياة حلوة، الكل مع بعض، العائلات اللي بالفريج كانوا يعني كلهم على، يعني أنا أعتبر ولد البيت الفلاني والولد اللي بالبيت الفلاني يعتبر هم من ولدنا، يعني الكل كان يخاف على الثاني. فيمكن قبل لا يعني قبل لا ألعب كرة والأمور هذه كانت في هوايات عندنا بالفريج، كانت مثل في اللعبات الشعبية كنا نلعبهم اللي هي حي الميد، بوق العلم، العنبر، صيد الطيور، الحبال وهالأمور هذه. أنا كانت عندي هواية محببة، يمكن كنت أسوي طيارات هذه اللي تطير من ورق، كنا نجيب المنقور قبل بيوت شرق بالسقف في يسمونه المنقور، مثل الخيزران بالسقف وهذا، ففي بيوت تنهدم فناخذ منها نسوي منها الطيارات، أو نسوي طيارة من قلم القدو كنا نسوي. وقبل ما في كنا نسوي ما في صمغ وهالأمور هذه، كنا نحط ماي وطحين يصير مثل اللزاق، مثل الصمغ يصير، أو نحط البمبر يلزق. فأنا كنت كانت هوايتي المفضلة قبل لا ألعب كرة طبعا، كنت أسوي طيارات، وكنت أبيع، يعني أسوي لي مثلا أسوي لي 10 طيارات مثلا، 5 كبار أو 4 كبار والباقي صغار، فكنت أبيع الكبيرة ب100 فلس والصغيرة على 50 فلس بشرق فرجان. قبل صحيح ما في، يعني يمكن ما تو الكهرباء كانت، يعني أنا لحقت على الكهرباء تو الكهرباء، بس بالفرجان وهالأمور هذه ما في ليتات، ما في مثل الآن ليتات بالفرجان وهالأمور، لا ما في. بس البيوت كانت بيوت القديمة اللي موجودة اللي كانت من طين وهالأمور هذه، بس كانت الفرجان يعني فيها حركة، الشباب طبعا الكبار يلعبون كرة، الصغار يلعبون اللعبات الشعبية، يعني الكل كانت له هوايته، كان يعني الأمور ماشية يعني للأمانة. يعني يمكن كان في شارع واحد ما بين خلينا نقول فريج، احنا صوب التسهيلات، صوب حاليا منطقه التسهيلات، والصوب الثاني في اللي صوب المستشفى الاميري ما اميري، هذا كان في شارع واحد، هذا شارع واحد كان هني في دوار يسمونه دوار البرشة اذكر. فهذه يعني طبيعه منطقه الشرق يعني. وكانت عندنا كان عندنا أوقات الأعياد مثلا عيد الفطر وعيد الأضحى، كان عندنا ملعب يسمونه ملعب الكواكب، هذا هني كان يصير فيه الدوارف حق العيد حق اليهال والصبيان والبنات، كله بالدوارف موجود مكانه الحين عند، أعتقد عند مسجد بالرومي اللي بالشرق صوب عند دوار مخفر شرق، هني كان الملعب. فبالعيد هني كلهم يجيبون ألعابهم، القلالبة وتكرم الحصن والحمير، ويعني فايد لعبات ألعاب شعبية كانت. أنا طبعاً من أسرة يعني مكونة كانت من الوالد الله يرحمه والوالدة الله يرحمها، احنا كنا 4 شباب وبنتين، اخوي العود طبعا الدكتور علي الله يرحمه توفى، واللي اصغر منه الدكتور حسن، واللي اصغر منه محمود،
هم هذا محمود كان الدكتور علي كان لاعب بالنادي العربي، كان لاعب بالنادي العربي ومثل المنتخب بالستينات. حسن ما لعب بنادي، يمكن لعب فترة بسيطة تحت 20 بالنادي العربي وطلع. محمود كذلك لعب بالعربي تحت 20، بس لكثرة اللاعبين بالنادي العربي ذاك الوقت فكانوا اللاعبين أغلبهم يطلعون يروحون أندية ثانية، فمحمود راح لعب بخيطان، لعب بخيطان. وعندي أختين ثنتين، واحدة هم توفية الله يرحمها، وأنا اللي بعد دشيت طبعاً بالمجال الرياضي. كرة القدم بشهر كانت يعني بسيطة، لأن كنت صغير بعدي يعني صغير، بس كنت أحب أطالع اللي أكبر مني يلعبون وهالأمور هذه، أروح ويا أخوي النادي أطالع، كنت أشوف اللاعبين الكبار. نادي العربي كان وقتها بالدسمة، بعدين بالمنصورية، كنت أروح أشوف اللاعبين الكبار، الدولة، مرزوق سعيد، يعني اللاعب حسن ناصر، اللاعبين هذيلي الكبار. بشرق بالنسبة لي أنا لعبت قليل، لأن إحنا طلعنا من منطقة شرق تقريباً بالثمانية وستين، يعني كان عمري تقريباً وقتها 7 سنوات. رحنا رميثية قطعة 13 اللي هي حالياً تابعة للسالمية. هني بدأ اللعب الفعلي كرة القدم بالفرجان. يعني هني كان عندنا فريق مميز كان يسميه، يعني منطقتنا فريجنا كانوا فيه 3 فرق، فريقنا اسمه المنتصر، وفي فريق ثاني كلنا نلعب ضدهم اسمه الهلال، وفريق ثالث اسمه الرافدين. يعني هاي تقريبا منطقة، يعني مو فريج، يعني خلينا نقول قطعة واحدة، فدائما كنا نلعب مع بعض. فريقنا بالمنتصر كان أمير سبتي، كريم بلوشي، كان عباس بلوشي، كان جمعة بلوشي، كان علي غريب، حسين غريب، والله وايد ما أخاف يعني ما أنسى. فرق الثانية كانوا فريق الهلال، كان كاظم المتروك، كان حسن جمعان، يعني من هذيل اللي أذكرهم. الرافدين كان واحد اسمه والله ناسي، يعني ناسي، بس كأشكالهم يعني لو أشوفهم الحين أتذكرهم. بس في وايد يعني مو بس كنا نلعب بيناتنا، كنا يعني حتى نطلع مناطق ثانية نلعب مباريات ثانية، مثلا نروح رميثية قطعة 6، قطعة 8، قطعة 11، تروح السالمية تلعب، حتى صليبخات وفي حيحل وصلنا. يعني لما كبرنا، لما صارت أعمارنا 12 و13 سنة، فكنا نروح نلعب، وهم كذلك كانوا يجون، فكل يوم كان لعب، يعني ما توقف، حتى يوم اللي مع اليوم اللي راحتنا كنا نلعب من الصبح، يعني ما في مدرسة قبل الإجازة، يوم واحد يوم اللي مع نلعب من الساعة 9 الصبح للمغرب، لعب طول اليوم. هذه كانت وناستنا.